السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وفقرة مغربيت الديار الأسترالية. الديار الأسترالية أواشنو سي موسى فهاد الحلقة هذه؟ الحلقة السلام عليكم الخوت، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، وتحية لجميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. اليوم حضرنا هذه الوليمه مع الاصدقاء ديالنا في العمل، وقلنا عندنا واحد العطله فيها 3 ايام، قلنا ما كاين باش نديروا هذه المبادره، نديروا شويه كسكسو ونتجمعوا عليه ونناقشوا المسائل ديالنا وناقشوا شحال من حاجه في البلاد، كيدير الامور اللي كدور في البلاد، المهم نخلقوا ذاك الجو المغربي ديال استراليا ديال التمغربي. انا ومن قال انا عشنيتي فاتا سي مصطفى هذا الحمع زياده ولا لا سي مصطفى بكري هذا بكري 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 سي مصطفى هذا سبا كذلك. اليوم راه واحد اليوم جميل اللي تجمعوا فيه كاع الاخوان، وكنا سبقنا عملنا لكم حلقات هذه تقريبا السنه اللي فاتت اعتقد، عملنا واحد الحلقه جد متميزه اللي عجبت جميع الناس. حنا راه الهدف من هذا الشيء كامل هذا غير باش نقول لكم راه التمغربيت حاضره بالديار الاستراليه، ها ملي قامتها المسائل ديالها هذه راه فيها سنه الرحيم. هذه السيف صغر هذه كتسمى سنه الرحيم اللي كيجمع الاصدقاء والاخوان والاحباب، راه فيها سنه الرحيم هذه. وحنا الهدف ديالنا دائما من وراء هذا البرنامج هذا دائما باش نقولوا للاخوان راه داك التلاحم راه هو اللب ديال هذيك المجموعه الاسريه. صلة الرحيم راه هو المغزى ديال قبلوا علينا خويا قبلوا علينا الطريقه الدكاليه معنا الدكاليه انا ماشي ديالها الدكاليه واش مشيو القزبر فين مكتف هاو مشيو القزبر يعني راه كنديروا الطريقه ديال المراه المغربيه ماشي تركيه حنا لا الطريقه ديال المراه المغربيه نعم ماشي غير كسكسو صافي. وهنا واحد التحيه خاصه للمراه المغربيه هي فعلا نيت تعشاو اخويا تعشاو السحور هذا ياك هذا السحور هذا ما كناش ديالنا عبر العالم مرحبا بكم الشاف عنيطره الشاف عنيطره الشاف عنيطره ها هو ومن يعرفوه كان شي مناسبه شي وليمه ولا شي حاجه مرحبا مرحبا في خدمتكم حنا نجيو اليوم تال عندهم اسيدي مرحبا تال عندهم اسيدي وديما ديما التمغربيت الديار الاسترالية مرحبا خويا انا خويا شعيه طيبه للجميع انا طيحت لي كتافي انا انا راه جوج فرقات اخويا فرقه هنا وفرقه تما لا خاص سي العربي قم بالمهمة طرف داكشي اخويا طرف اخويا سيدي قاد اخويا قاد قاد الله يجزيك بخير اخويا البلاد تعاونوا معنا تعاونوا معنا اخويا مرحبا السي مرحبا 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 بالجميع مرحبا السي وتحية العيسي مرحبا بكم السي الله يبارك فيك ولي انا غنجي لنا كل واحد ديالنا انا كنبغي الجماعة انت قلتي لي جيت لهنا وصوني كتجي لهنا صوني عليه ويجي لينا لا لا انا كتعرفني الا وصلت هنا راه غنقول لك في عرض لان ملي كيتباسر راه صحيح مش حاجة راسي مصطفى الله يبارك فيك وما قلتوا لي والو داك الشيء واش كاين ولا ما كاينش واش كاين ولا ما كاينش دابا وي سي عبيد تحية للسي مصطفى ايوا
وكي جات هذه الوليمه؟ الحمد لله نهار كبير هذا مدة هذه ما شفنا الاخوان راه اليوم الله يجازي بخير موسى عيط علينا واخا تكون خطفة الحمد لله شفناكم بخير وعلى خير شفنا الاخوان اللهم لك الحمد ومن هذا المنبر سميتو كنعزيو الناس في المغرب الضحايا ديال الزلزال الله يتقبلهم الشهداء من عند الله الله يشافي المرضى ان شاء الله امين والله يصبر اللي مشى ليها شي واحد اللي صبروا الحمد لله العربي اه سيدي ايوا واشنو التقييم ديالك؟ التقييم ديالي هادشي داروا لنا موسى الحمد لله بخير وعلى خير هو حرقنا شويه مع الحار ولكن ماشي مشكل اها قيع بها حافظ ضرب جوج قراعي ديال الماء اها هما هنا كنوجهوا تحيه للسي موسى الله يخلي لينا ما كاينش اسم مناسبات وانت السي مصطفى تتقيم الدور ديالك اسيدي وشكرا على هذه المناسبه نتمنى وان شاء الله حلقه قبيله مرحبا السلام عليكم ايوا سيدي الان معنا خونا حسن ورا خونا حسن راه هو اليد اليمنى ديال موسى هو راه هو راه هو اللي هو سيدي اللي بحال ايوا حسن كيف موسى يلا شنو سيدي ومرحبا بالجميع كل شيء مرحبا بكم كي كيكون الجو ملي كيكون هذا الجمع هكذا والحمد لله الجمع كالعادة ديما الحمد لله كنجمعوا كنضحكوا وهادشي اللي كاين مرحبا بالجميع ايوا السي عبد الله ارتسامات ديال هاد الوليمه هادي ما يمكنش ما يمكنش الصراحه ما يمكنش شحال هادي ما كليناه الله يرحم ليه الوالدين الله يخلف عليه وتحيه للرجال فيما كانوا في العالم وحنا معاكم ديما ديما الديسك واحد وكيبان ليا كيبان ليا واقيلا البنه اللي خلات محمد غادي وارانا دخلت الدوزيام ميتو ماشي دا اييه لا الدوزيام ميتو باش دخل واش نورتي صامات ديالك واش على الماكله ولا على شنو على الماكله لا وحتى تنكملها ان شاء الله لا شحال دقيقه عطينا دقيقه دابا دابا راه غاديه فايته خمسه فايته خمسه اذكر الله خمسه واش من خمسه واش حنا ثلاثه السوايع حنا كنضربوا في التمر يقول لي خمسه لا 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 اه هذه المذاق الله يهديك المذاق واش كاين ولا ما كاينش كاين 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 ايوا الحمد لله الحمد لله حنا كنتمنوا غير من الضيوف ديالنا يرضيو علينا وتكون الامور مزيانه هذا هو راضين عليك الحمد لله راضين عليك الله يسهل عليك شي امراه ذكوريه اللهم امين يا رب العالمين يلا سي شرف واش الارتسامات ديالك فادي خويا تحياتي اش نقول لك قصريه رائعه دريويت شي كونكار هو عطاه موسي غسل المعان وزعما الد كسكسو كريتو والله الا شحال تقريبا ضربت في المغرب شي 46 عام هاد كسكسو رائع ما شاء الله هاد الغدر وراه بسمنوب ما يمكنش الاقامه ديالو انت اخويا هات واش هذا ماشي دليل هذا خير ودليل الزواقه ديال الطبسيل بان تاجي انت راه معلقه قليل اللي قال على الطبسيل ديال البيبي هذا والله الا قليل تحياتي لهاد الناس تحياتي السي مصطفى مرحبا احلى برنامج في العالم حتى مغربيت اخوكم شرف السرجان مرحبا ايوا سي مشار سمعنا الارتصامات ديال 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 الحباب اللي تواجدوا هنا وراه عجبتهم القصعه اسيدي بصحه وراه حنا درنا واحد المجهود باش يكون الاخوان زعما يعني إيه لقاو داك الوليمه تكون في المستوى باش مره اخرى الى قلتي لهم ودي اجي مرحبا بك كيبقى متوقع لديك ديك ديك الاكله كتكون في المستوى راه اي واحد كيبقى يتسمى ما كرهش يبقى يعاودها مره اخرى وحنا بصحه وراحه للجميع والله يوفق الله يوفق الله ينفع الجميع حنا كنديروا هذه هديه صدقه كما كنقولوا صدقه جاريه نعم مره كنتجمعوا بحال ما كان الحباب كنديروا سنه الرحيم كنبقاو نتناقشوا على المسائل ديال البلاد كنبقاو يعني نناقشوا شي حوايج اللي كتهمنا حنا وداك الشيء راه يعني في الصالح ديالنا خصنا نكونوا هكا خصنا نكونوا ملاحمين ان تكونوا ملاحمين ومساجمين ومساجمين واحد كيفيد واحد نعم وهذه كتبين هذه هي الحقيقه ديال التمغربيت الاصيل راه كنت تمغربيت هذه هي التمغربيت خلينا التمغربيت ماشي بالقول التمغربيت بالفعل ولا الاخ مصطفى دابا واحد القضيه اللي ولات مؤخرا دابا هاد التليفون ما خلاش الناس
كتحاور وكتناقش وبركود ديك الجلسه وواحد كيفيد واحد ما بقاش زعما كتمشي اللي كتلقى كل واحد شاد التليفون لا في المقاهي لا في الديور نعم هي قضيه شويه ما يعني ما كتفرحش ماشي صحيه ماشي صحيه للمجتمع ولا كل شيء بنادم والتليفون حتى من الزيارات ما بقاش ديك الزيارات ديال سنة الرحم ولا التليفون نعم الو كيبقى كي شويه لاباس والله يعاوننا نعم ومن قبل راه كان الانسان كيمشي واحد كيزور واحد المسافه طويله كيمشي على اساس باش يزوره ولا باش هذه هي الطريقه الصحيحه ماشي الطريقه ديال التليفون الو كيبقى كي لا سير عنده وسير وريح معاه باش يحس هو بداك داك الحنان ديال نعم والمغزى حنايا من هاد التمغربيت راه باش نبينوا الاحباب كاملين قاطبه داخل المغرب وخارج المغرب بان راه التمغربيت راه ما كتكونش غير بالهضره التمغربيت راه كتكون بالفعل بالفعل يعني مغربي خصو يبقى مغربي يبقى فيه المواصفات ديال التمغربيت وتبقى فيه الطقوس ديال البلاد وتبقى فيه جميع المواصفات كانه مغربي خصو يبقى مغربي فين ما مشى فين ما هاجر فين ما كان خاصو يبقى مغربي ويبقى محافظ على التراث ديالو وعلى المواصفات ديالو وعلى التقاليد ديال البلاد ديالو هذه هي التمغربيتي هذه اذا مشاهدينا فما بقى لنا الا نودعكم والى حلقه مقبله ان شاء الله وشي نوع اخر تجي شي مناسبه ان شاء الله والاخوان الله يجزيكم بخير هذه الوليمه اللي شاركنا معكم اليوم اذا كانت شي حاجه ما عجبتكمش ولا شي ملاحظه كتبوا لنا في الكومونتير اشنو كاين كتبوا لنا التعليق كي جاتكم الاكله كي داير الطريقه ديال التحضير كي داير هذه وفيدونا ونفيدكم حنا راه مبتدئين كنونسوا راسنا ونونسوكم حتى انتم يلاه تحيه للجميع جميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن السلام عليكم